بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي بقى النيورولوجي، والنيورولوجي كله قائم على ان انت تبقى عندك باك جراوند من الاناتومي والفيزيولوجي بتاع اولى وثانيه. فلازم نحط انترودكشن للاناتومي والفيزيولوجي بتاع اولى وثانيه في الاول، فالحصه دي كلها انترودكشن. اتنين، هناخد اناتومي وفيزيولوجي تباعا واحنا ماشيين في الدروس بتاعه النيورولوجي. تلاتة، النيورولوجي معظمه قائم على الفهم. أربعة، لو هتخش كلينيكال في امتحان كلينيكال لونج وشورت، من أحسن البرانشز اللي تخش عليها لو كان عندك قدرة ان انت تختار هو النيورولوجي وبعدين التشست. فتعال نشوف المقدمة. ده السكيلتون بتاع النيرفا سيستم اللي هندرسه، مكون من سنترال نيرفا سيستم وبريفرال نيرفا سيستم. البريفرال نيرفا سيستم فيها الموتور نيرفز والسنسوري نيرفز. السنسوري السنسيشن فيها السبيشال سنسز اللي هم الثلاثة المعروفين قوي، الشم كرينيال نمرة واحد، الفاكتوري الرؤية كرينيال نمرة اثنين اوبتيك، السمع كرينيال نمرة ثمانية اللي هو الكوكيلو فيستيبولر. وبعدين عندنا فيسرال سنسيشن، يعني سنسيشن جاية من الفيسرة زي مثلا كوليك فور اكزامبل، زي سنسيشن اوف فول يورينري بلادر، زي سنسيشن اوف بالبيتيشن جاية من الهارت. وبعدين عندنا هنتكلم الكلام ده قدام شويه ان شاء الله، بس دي مقدمه. سوماتيك، سوما يعني بودي، يعني سنسيشن اوف ذا بودي اللي هم السوبرفيشال ثلاثه برضو اللي هم السوبرفيشال والديب والكورتيكال سنسيشن، تاخدهم في الكلينيكال بس انا هشرحهم ان شاء الله. وبعدين عندنا الموتور بقى، فيهم سوماتيك نيرفا سيستم فولانتري وفي اوتونوميك نيرفا سيستم انفولانتري. السوماتيك الفولانتري يعني زي مثلا ايه، اراده اراديا، يعني حاجه انت بتحرك، يعني مثلا امر يطلع للعضله انها تتحرك اراديا، عايز احرك العضله من هنا لهنا يطلع امر من الموتور نيرف سيستم، اما اللي هي السوماتيك يعني. اما الانفولانتري زي الاوتونوميك مثلا فور اكزامبل زي البريستالتيك موفمنت بتاعت الانتستين دي انفولانتري. وبعدين عندنا الاوتونوميك بقى اللي هي الانفولانتري، فيها تاني نمره اتنين حاجتين، سيمباثيتك بتبقى اكتف في الستريس وبارا سيمباثيتك اكتف اترست. دي معروفه كويس قوي ان السيمباثيتك بتشتغل في الستريس والبارا سيمباثيتك في الريست. يبقى ده السكيلتون العام للنيرفا سيستم كمقدمه. تعالى بقى ندرس، نبتدي الاول، هنبتدي الاول في الدروس الاولانيه ان شاء الله بالسنترال نيرفا سيستم، وبعدين نخرج للبريفيرال نيرفا سيستم، وبعدين نرجع تاني للسنترال نيرفا سيستم. ليها نظام كده، تعالى نشوف السنترال نيرفا سيستم عشان اقول ان ايه اللي بيميز السنترال نيرفا سيستم عن البريفيرال نيرفا سيستم. حاجتين، نمره واحد انها محميه بعظم ومتغطيه بمننجيز، بروتكتد باي بونز كفرد باي مننجيز. الاول تعالى نشوف بروتكتد باي بونز. ادي البرين اللي هو جزء اكيد من السنترال نيرفس سيستم، بروتكتد بالسكال وانترا كرينيال بارت ان ذا سكال، وفي نفس الوقت السباينال كورد متحوط بالفيرتبرال كولوم وبالفيرتبري. يبقى انا عندي سباينال بارت حواليها الفيرتبرال كولوم كعظم بيحميها، وعندي هنا البرين متحوط بالسكال. يبقى اللي بيميز السي ان اس عن بي ان اس انها محميه بعظم ومتغطيه بمننجيز. طب تعالى نشوف بقى المننجيز. المننجيز الكلام اللي انا بقوله ده كلام بدائي جدا بتاع المدرسه. المننجيز اللي حوالين البرين هنلاقي الطبقات من بره، ادي الجلد الاول سكن، وبعدين الابونيروزوس، وبعدين بريوستيوم بتاع العظم اللي حوالين العظم البريوستيوم، وبعدين البون. طبقات من بره لجوه، الجلد ابونيروزوس بريوستيوم وبعدين البون. طب وبعدين المننجيز بقى طبقاتهم هم من بره لجوه، الديورا والاراكنويد والبايا، معروف الكلام ده جدا. وبعدين طبعا انت عارف هنا ان السب اراكنويد سبيس اللي ما بين الاراكنويد والبايا ده هايلي فاسكولار، فلو بصيت هنا نلاقي ده سيريبرال كورتكس اللي هو البرين، ده الجلد من بره، ده البون، ده الديورا، ده الاراكنويد، وده البايا. وطبعا انت عارف هنا ان بين الاراكنويد والبايا في سب اراكنويد سبيس بيعدي فيه السي اس اف، وان السب اراكنويد سبيس ده هايلي فاسكولار مليان الفيسلز كلها بتاعه البرين كده بالمنظر ده. ولو خدت المنظر ده برضو هلاقي ان هنا الاراكنويد اهو، وادي هنا البايا، وبعدين عندي في النص سب اراكنويد سبيس زي ما انت شايف مليان فيسلز. حتى السيركل اوف ويلس لما ندرسها ان شاء الله في درس البلاد سبلاي اوف ذا برين، بالمناسبه درس البلاد سبلاي اوف ذا برين تاني اصعب درس في منهج البطنه بعد الاريثمياز في الكارديولوجي. طيب ما خدناش اريثمياز لسه بالمناسبه، احنا بنكمل لسه محاضرات الكارديولوجي. وعندنا هنا السب اراكنويد سبيس هايلي فاسكولار مليان فيسلز كتيره جدا. الفيسلز الكتيره دي انكلودنج حتى السيركل اوف ويلس
اللي هي بتسبلاي البرين. ده سب اراكنويد سبيس، عشان كده لو حصل فيه نزيف بيتسمى سب اراكنويد هيموريج، اس اي اتش، ده سب اراكنويد هيموريج، يعني ممكن يحصل نزيف في السب اراكنويد سبيس. امال ده ايه؟ ده اللي هو عامل زي البحيره اللي لونها فاتح شويه كده، لبني فاتح، ده اللي هو سوبيريور ساجيتال ساينس. وان السوبيريور ساجيتال ساينس ده ممكن يحصل فيه الكوره السوداء دي اللي هي جلطه، تبقى اسمها سوبيريور ساجيتال ساينس ثرومبوزس. ده لو حصل، انا عمال اقول مقدمه، لو حصل في خط النص في سوبيريور ساجيتال ساينس ذا فينس ساينس، لو حصل في ثرومبوزس بيعمل كلينيكال بيكتشر ندرسها قدام شويه ان شاء الله، اللي هي البارابليجيا. It is not a common cause of paraplegia. It is not a common cause of paraplegia. نمرة ثلاثة. It is not a common cause of paraplegia. لكن هنقوله إن شاء الله. وبعدين ناخد بقى المننجيز حوالين spinal cord. أدي spinal cord. المننجيز أدي spinal cord. ده هو cut section فيه، وفي H-shaped gray matter. هندرسها إن شاء الله. هنلاقي pia matter والأراكنويد والديورة من جوة لبرة. نفس الكلام اللي قلناه برضو حوالين البرين. ونرجع بقى تاني دي البرين والسباينال كورد. تعالى ندرس الانتراكرينيال بارت الاول، مقدمه برضو طبعا. ايه المكونات بتاعت البرين؟ ايه الكونستيتوينتس بتاعت البرين؟ البرين مكون من ايه؟ لو خدت كات سكشن كده في البرين بالمنظر ده، خط النص، هتلاقي انه ايه، ادي هنا السيريبيلم ده، وده الفرونتال لوب كده بالمنظر ده. فانا خدت كات سكشن كده، انت عندنا اتنين سيريبرال هيمسفيرز، يعني البرين مكون من اتنين سيريبرال هيمسفيرز. دي سيريبرال هيمسفير، في كام واحده منهم؟ في اتنين، واحده يمين واحده شمال، ادي واحد اتنين. وطبعا احنا لو خدنا كات سكشن كده هيبقى عندي ده السيريبيلم ورا هنا اهو، وده السيريبرال هيمسفير. امال ايه اللي باللون الاخضر ده؟ دي حاجه اسمها البيزل جانجلي، هنقولها دلوقتي ان شاء الله. وده البرين ستيم اللي هو من فوق لتحت، ميت برين وبونس ومضله كده بالمنظر ده. وبعدين عندي هنا ده السيريبيلم كده بالمنظر. دي المكونات بتاعت البرين، اربع ستراكشرز كل واحد له وظائف معينة. سيريبرال هيمسفير ده هناخده في حصة قدام شوية، لأن مكون من لوبز وأرياز. أما اللون الأزرق ده عبارة عن موصلاتي، كوربس كالوزم، ده بيوصل السيريبرال هيمسفير يمين بالسيريبرال هيمسفير شمال. أنا عايزك تكلمني على السيريبرال هيمسفير ده إيه، هنقوله إن شاء الله جزء النهاردة، والتفصيل في حصة تانية اللي هي الأرياز أوف ذا برين، اللي هي من أهم دروس الكتاب إن شاء الله. البيزل جانجلي هنقولها بعد شوية إن شاء الله، وهندرسها في الاكسترا بيراميدال سيستم. البرين ستيم هنقوله دلوقتي ان شاء الله، السيريبيلم وليه قدام شويه درس السيريبيلم. طيب ايه بقى الكوربس كالوزم ده؟ عباره عن موصلاتي، بيربط اللون باللون الاخضر ده، بيربط السيريبرال هيمسفير يمين بالسيريبرال هيمسفير شمال، كونكتس ذا تو سيريبرال هيمسفيرز توجذر. طيب اهي بص بقى، هنا احنا داخلين جوه البرين، وادي سيريبرال هيمسفير يمين قدامك، واحده ثانيه شمال، والاثنين دول هم الكوربس كالوزم. الكوربس كالوزم ده هيربط لك اليمين بالشمال كده بالمنظر ده اهو. كوربس كالوزم كونكتس ذا سيريبرال هيمسفير اون ذا رايت سايد تو ذا سيريبرال هيمسفير اون ذا ليفت سايد. الكوربس كالوزم ده مهم قوي، لان في ارتري بيسبلاي الكوربس كالوزم اسمه كالوزال ارتري. والكالوزال ارتري ده هندرسه ان شاء الله في درس البلاد سبلاي اوف ذا برين، اللي لو الارتري ده اتقفل بجلطه او حصل فيه مشكله هيحصل عيان حاجه هنقولها ان شاء الله في درس البلاد سبلاي اوف ذا برين على اعلى درجه من الاهميه، اجلها شويه. طيب نيجي اهو بنفس الكلام، كونكتس ذا تو سيريبرال هيمسفيرز توجذر، ودي صوره كرتونيه يعني عشان يفهمك ان ده بيربط الاثنين سيريبرال هيمسفيرز توجذر. امال ده ايه اللي باللون الاحمر ده، داير ده كله سيريبرال هيمسفير، في نص البرين اليمين وفي منه نص برين شمال. التو سيريبرال هيمسفيرز ادي واحد اهو يمين، وفي الناحيه الثانيه اكيد واحد شمال تاني. طيب اذا كان الكلام ده مظبوط، السيريبرال هيمسفير ده مكون من مالناش دعوه بالسيريبيلم دلوقتي، السيريبيلم ده مش موضوعنا دلوقتي، هنقوله بعد شويه. لكن السيريبرال هيمسفير مكون من اربع لوبز، فرونتال بارايتال تمبرال واوكسيبيتال. السؤال بقى، الاربع لوبز دول اربع فصوص هما مكونات سيريبرال هيمسفير، واحد في منه يمين وفي منه شمال، لكن كل لوب من دول مليان ارياز، والارياز دي ندرسها ان شاء الله في درس على اعلى درجه من الاهميه اسمه ارياز اوف ذا برين. من غير ارياز اوف ذا برين ما تفهمش البلاد سبلاي اوف ذا برين، ومش هتفهم برضو البرين تيومرز، سبحان الله العظيم. كل لوب من ده في ارياز كتير. اكزامبل، ده مجرد اكزامبل،
موتور اريا موجوده في الفرونتال لوب دي اللي هي بتحرك العضلات. وفي اكزامبل هنا سنسوري اريا في البارايتال لوب اريا واحد. الموتور اريا دي في الفرونتال لوب اللي هي اريا 4، كل اريا لها ارقام. ودي اريا سنسوري اريا في البارايتال لوب اريا 1 و2 و3 بتستقبل كورتيكال سنسيشن، هنقولها ان شاء الله قدام شويه. ده التمبورال لوب في ارياس كتيره بس اشهرها الاريا بتاعت الاتش هيرينج. وهنا اوكسيبيتال لوب في ارياس اكتر من اريا اشهرها الفيجوال اريا اللي هي اريا 17، والهيرينج اريا هنا دي اريا 41 و42. يبقى هنا في ارياس كتيره من اشهرهم الموتور اريا، هنا ارياس كتير من اشهرهم السنسوري، ارياس كتير من اشهرهم بتاعت السمع، وهنا بتاعت الرؤيه اللي هي الفيجوال اريا. طب خلي بالك بقى من الكلام، اذا كان الكلام ده مظبوط يبقى لازم ندرس ان شاء الله الارياز اوف ذا برين، لكن ناخد بقى اليونت بتاعت كل اريا. ايه اليونت؟ اللي هي البيزك نيرون اللي قدامك ده، مكتوب حاجه اسمها بيزك نيرون، يعني اليونت الواحده مكونه من ايه؟ مكونه من مايلين. طبعا الاول في الدي اللي هي السيل بودي، وده الفايبر. دي السيل بودي، ومشهوره قوي قوي عن السيل بودي دي انها مليانه دندرايتس كده طالعه منها، والسيل بودي ليها نيوكليس وفيها دندرايتس طالعه منها. امال ده ايه ده؟ ده الاكسون. الاكسون اللي هو النيرف فايبر، في اكسون ومتحوط بمايلين شيث. طب المايلين شيث ده وظيفته ايه؟ ايه وظيفه المايلين شيث؟ كلمني على ثلاث وظائف بحرف السي. نمره واحد كفرنج، بيغطي الاكسون عشان يحميه. اتنين كوندكشن، يعني بيساعد في انتشار الاشاره، مرور السيجنال في الاكسون بيخلي الكوندكشن اسرع واسهل. وبالمناسبة هو الكوندكشن ده في الاكسون ده بيمشي في هذا الاتجاه ولا بيمشي في هذا الاتجاه؟ يعني بيمشي من السيل بودي لبرة ولا من برة للسيل بودي؟ الاجابة في الاتجاهين على حسب هو موتور فانكشن ولا سنسوري فانكشن. يعني لو كانت السيل دي وظيفتها موتور يبقى السيجنال هتمشي من السيل بودي لبرة للعضلات، اما اذا كانت وظيفتها انها سنسوري يبقى تستقبل سنسيشن، يبقى الاشاره هتمشي من بره لجوه. يبقى اذا الفايبر ده عباره عن سلك كهرباء بتمشي فيه الاشاره يا اما من السيل بودي لبره يا اما من بره للسيل بودي على حسب هي موتور ولا سنسوري. والاكسون ده اللي هو السلك متغطي، اللي هو سلك الكهرباء الفايبر يعني، متغطي بغطا من بره انسوليتور كده اللي هو المايلين شيث اللي هو وظيفته كفرنج، وبعدين كوندكشن يعني بيسرع الكوندكشن. وعشان كده لو واحد حصل له دامج للمايلين شيث، لو المايلين شيث ده اتعور الكوندكشن بتاعت الاشاره تبقى ابطا، تبقى بطيئه، وبالتالي وظيفه النيرف يبقى يعني يحصل يبوظ النيرف، الوظيفه بتاعته تتاثر لو حصل دامج للمايلين شيث لان ده مسؤول عن الكوندكشن. كمان المايلين شيث ده كلر بيدي لونه ايه؟ المايلين شيث لونه ابيض، عشان كده ده هو الوايت ماتر، السيل جراي ماتر، لكن النيرف فايبر السيل بودي، السيل بودي دي جراي ماتر، لكن ده اللي هو الفايبر ده وايت ماتر. ليه الفايبر بيقولوا عليه وايت ماتر؟ لانه المايلين شيث لونه ابيض بيدي الفايبر اللون الابيض بتاعه. طب تعالى ليه 3 سي بالمنظر ده؟ اذا لو جه حصل واحد حصل له دي مايلينيشن، يعني ايه دي مايلينيشن؟ يعني عورنا المايلين شيث. لو احنا عورنا المايلين شيث هيحصل كده، ده نورمال نيرف. بص كده المايلين شيث لما بيتعور هنا الاكسون اللي هو الفايبر سليم، سليم جدا، لكن حصل دامج مايلين شيث، المايلين هو اللي اتعور. طب واذا المايلين اتعور يبقى النيرف هنا فايبر اكسبوزد، متعري ومش بروتكتد، ويبقى الكوندكشن تبقى بطيئه، ويبقى وظيفه النيرف سواء موتور او سنسوري تضعف. مظبوط، وخلي بالك انه لونه ابيض زي ما اتفقنا. طب تعالى بقى نشوف السريبرال لوب، احنا عاملين نتكلم على سريبرال هيمسفير، وكل هيمسفير فيها في 2 هيمسفيرز، وكل هيمسفير فيه 4 لوبز، وكل لوب فيه ارياز كتير، وادينا اكزامبل لكل واحدة أهم الأرياز اللي فيها، هنا موتور، هنا سنسوري، هنا فيجوال، هنا أوديتوري بالمنظر ده، أوديتوري بتاعت السمع، بتاعت الهيرينج، بتاعت التمبورال لوب. تعال بقى نشوف هنا ده السريبرال لوب، الحتة اللي بره خالص السطحية اللي باللون الأخضر دي سوبرفيشال اسمها سريبرال كورتكس. كورتكس يعني قشرة، دي الموست سوبرفيشال بارت اوف ذا سريبرال لوب اند سريبرال هيمسفير، ودي أرقى حتة في البرين، ودي اللي فيها مين بقى؟ دي
دي اللي تحت هنا دي اللي هو depth of the cerebral hemisphere، العمق بتاع السيريبرال، يبقى السيريبرال هيمسفير في سطحي فوق خالص اللي هو القشرة كورتكس، وفي في العمق depth. طب السطح ده في ايه؟ في النيرف سيل بودي، نيرف سيل 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 بودي اللي هي الجراي ماتر، وبعدين ده بره خالص اوتر جراي ماتر. اما اللي جوه في العمق ده اللي هو النيرف فايبر، وده بيتسمى انر وايت ماتر. طب ليه وايت؟ لان متغطي بمايلين لونه ابيض، متغطي بمايلين لونه وايت. يبقى اذا عندي هنا في السطح بره السيريبرال كورتكس القشره البرانيه اللي هي النيرف سيل اوتر جراي ماتر، وجوه النيرف فايبر اللي هو الوايت ماتر ده انر دم، ده موصلاتي. طب خلي بالك بقى ايه وظيفه السيل؟ produces or receives nerve impulses control specific functions، يعني دي بتتحكم في الوظائف بتاعت النيرفس سيستم. طب ليه قلنا هنا produces or receives؟ لان يا اما هي بتطلع امر يا اما بتستقبل. طب بتطلع امر لو كانت السيل دي وظيفتها موتور، وتستقبل لو كانت وظيفتها سنسوري. يبقى يا اما تطلع لبره يا اما تستقبل من بره الجاي لها، يبقى على حسب هي موتور ولا سنسوري. بس دي اللي هي controlling the specific functions، هي المهيمن المسيطر الرئيس. امال ده ايه ده بقى؟ ده موصلاتي. السلك ده اللي هو الفايبر conducts nerves nerve impulses to and from the cerebral cortex، يعني to and from. طب ليه قلنا to and from؟ لانه على حسب هي سنسوري ولا موتور. لو كانت الفايبر ده سنسوري يبقى بياخد الإشارة من هنا يطلعها بره، لو كانت وظيفته سنسوري بياخد من بره يوديه للكورتكس زي ما اتفقنا من شوية. الكورتكس ده هو أعلى وأرقى حتة في الجسم كله، وده في كل الوظائف. طب الوظائف بتاعتها دي السيل دي وظيفتها ايه؟ specific functions دي بتاعت السيل دي ايه الوظائف بتاعتها؟ لا دي عايزة درس لوحده خالص، محاضرة لوحدها خالص، على حسب هو انهي سيل وانهي لوب وانهي اريا. يعني لو قلت لك مثلا فور اكزامبل ان السيل دي موجوده في اريا 4 في الفرونتال لوب، يبقى وظيفتها تصدر امر بحركه العضلات. طب واذا كانت السيل دي وظيفه اريا موجوده في البارايتال لوب ودي اريا 1 و2 و3، يبقى جاي لها احساس. واذا كانت السيل دي موجوده في اريا 41 و42، يبقى دي بتستقبل سمع. وإذا كانت السيل دي موجودة في أريا 17 في الأوكسيبيتال لوب، يبقى وظيفتها تستقبل الرؤية. على حسب بقى الوظائف. مظبوط. ممكن الأريا دي بتبقى برضو أريا بتاعت البروكز أريا بتاعت النطق، النطق الكلام. أجي الكلام ده شوية للأرياز أوف ذا برين. المهم إنك كنترولينج سبيسيفيك فانكشنز، وإن السيل السلك ده اللي هو بيوصل إشارة. طيب يبقى احنا درسنا كده السيريبرال هيمسفير مقدمه. طبعا ده لسه الاريز اوف ذا برين دي محاضره لوحدها. نيجي بقى للبيزال جانجليا. البيزال جانجليا ليه سموها بيزال جانجليا؟ لان فيها بيزال نيوكلياي. تعال نشوف بقى بيزال نيوكلياي موجودين at the base of each cerebral hemisphere في البيز at various levels deep in the white matter. اهم يعني في الدبث بتاع العمق بتاع السيريبرال هيمسفير في العمق. ايه الثلاثه دول؟ ثالاموس، هنقول ان شاء الله الثالاموس ده مسؤول عن السنسيشن وبيساعد شويه شويه في الاكسترا بيراميدال سيستم. الهايبوثالاموس والسبثالاموس دول الثلاثه مع بعض كده اسمهم داينكيفالون. وبعدين عندنا الثلاثه بيزل جانجلي اللي هم كوديت بيوتامين وجلوبس باليدس. سوري طبعا انت سمعت الاسامي دي في الفيزيولوجي بتاع اولى وثانيه. الكوديت والبيوتامين والجلوبس باليدس على بعضهم كده اللي هم الثلاث دوائر الحمراء دول اسمهم بيزال جانجليا. ليه سموهم بيزال؟ موجودين في البيز اوف ذا برين. طب البيزال جانجليا دي اللي هي مسؤوله عن الاكسترا بيراميدال سيستم، درس هناخده قدام شويه، اللي لو اتضربت العيان ده ممكن يجي له كوريا، ممكن يجي له باركنسونيزم، قدام شويه هناخدهم ان شاء الله. طب امال ده الاثنين دول مع بعض البيزال جانجليا اللي هم الدوائر الحمراء مع الداينكيفالون، الداينكيفالون ده اللي هم ثالاموس سبثالاموس هايبوثالاموس، ده اللي هو الداينكيفالون، والثلاث دوائر الحمراء اللي هم الكوديت والبيوتامين والجلوبس باليدس اللي هم على بعض اسمهم بيزال جانجليا. جمع لي البيزال جانجليا اللي هي باللون الاحمر مع الداينكيفالون باللون الازرق، يبقى ده على بعض اسمه بيزال نيوكلياي. يبقى كان البيزال نيوكلياي دي مكونه من حاجتين، البيزال جانجليا والداينكيفالون.
والبيزر جانجليا فيه كوديت بيوتامين جلوبس باليدس والداينكيفالون فيه ثالامس سبثالامس هايبوثالامس. دي اناتوميكال ستراكشرز، لسه ما خدناش الوظائف ايه بتاعتها، ولسه ما خدناش لو اتضربت الوظائف العاني جيله ايه كلينيكال بيكتشر. اجل الكلام ده شويه لقدام شويه، النهارده بنقول مقدمه. طيب نيجي بقى لده برين ستيم، العمود اللي شايل البرين مجازا. البرين ستيم ده اللي هو ايه، في ثلاث حاجات اللي قدامك ده باللون الاحمر ميد برين، وباللون الازرق البونس، وبعدين المدله. المدله او بلونجاتا، المدله دي الامتداد بتاعها مين الامتداد بتاع المدله؟ مين سباينال كورد. طب ومين الفتحه في العظم اللي هي بين المدله والسباينال كورد؟ فورامن. هيكون فورامن ايه يعني؟ فورامن ماجنم. الفورامن ماجنم ده بين المدله وبين السباينال كورد. طيب المدله فيها سنترز كتيره قوي حيويه جدا زي الريسبيراتوري سنتر مثلا. السؤال هنا بقى، البرين ستيم ده مهم عندنا عشان كمان في الكرانيال نيوكلياي، هنقوله دلوقتي ان شاء الله، بس عشان نقوله لازم اروح الاول على السباينال كورد وارجع تاني على البرين ستيم. ليها ترتيبه كده، لازم اروح الاول على السباينال كورد وارجع تاني على ده اللي هو مين، اللي هو البرين ستيم. ده البرين ستيم. طب ايه اللي خلاني اخرج من البرين ستيم واروح على السباينال كورد؟ لازم اقول الكلام ده عشان ليها ترتيب. هنا السباينال كورد كات سكشن فيه، والعين نايم على بطنه، ده الفرونت اوف ذا بودي اهو anterior، وده او الشخص الطبيعي يعني مش عيان، ده شخص طبيعي. ده الباك اوف ذا بودي وده الفرونت اوف ذا بودي، ده قدام وده ورا. طب وده اتش شيب جراي ماتر. وبعدين عكس بقى البرين كان الجراي ماتر بره والوايت ماتر جوه، لكن سباينال كورد الوايت ماتر بره والجراي ماتر جوه. الجراي ماتر هو الاتش شيب جراي ماتر ده اللي هو فيه سيلز، ما هو الجراي ماتر يعني سيلز. فلاقي هنا عندي حاجه هنا اسمها انتيريور هون سيل، دي وظيفتها موتور، تحرك عضله اهي، بتحرك العضله مصل. السؤال بقى جاي لها ابر كنترول منين؟ لو خدنا خط كده لو خدنا خط كده يبقى اللي جاي من هنا من فوق الخط الاخضر ده، اللون الاخضر ده ايه اللي جاي الانتيريور هون سيل؟ ده بيراميدال تراك اللي هو جايب هاير كنترول من البرين، من اريا 4 من فوق، ما خدناش لسه الموتور سيستم. السؤال بقى الخط الاخضر ده هو الابر موتور نيورون سيستم، والانتيريور هون سيل دي لحد المصل لور موتور نيورون سيستم. السؤال ايه يعني ابر موتور نيورون سيستم ولور موتور نيورون؟ لا اجل، هقولها بعد شويه ان شاء الله. المهم اللي انا عايز اوصله لك ان الانتيريور هون سيل دي بتنقل الاشاره للمصل. طب يبقى الانتيريور هون سيل دي على حسب الكلام اللي انت خدته في سنه رابعة وخمسة ابتدائي، كانت اخر محطه الانتيريور هون سيل دي بتعتبر اخر محطه في الابر موتور نيورون سيستم ولا اول محطه في اللور موتور نيورون سيستم؟ الاجابه اول محطه في اللور نيورون سيستم اكيد، وان الخط الاحمر ده بيفصل الابر موتور نيورون سيستم من اللور موتور نيورون سيستم. يبقى هنا اللور موتور نيورون سيستم فيها الكره السوداء دي اللي هي الانتيريور هون سيل، وبعدين الروت، وبعدين النيرف، وبعدين نيورو ماسكولار جانكشن، وبعدين المصل. يبقى اللي انا عايز اوصله في السلايد دي ايه عشان ارجع تاني للبرين ستيم، ان الانتيريور هون سيل دي اول محطه في اللور موتور نيورون سيستم، يبقى الانتيريور هون سيل دي لور موتور نيورون سيستم. طيب ده فين؟ ده في السباينال كورد. طب اللي هو انتيريور هون سيل دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها يجي لها امر من البيراميدال اللي هو الهاير سنتر كنترول للموتور سيستم، وينقل الاشاره للعضله. انتيريور هون سيل دي جاي لها امر من البيراميدال اللي هو السلك الاخضر ده اللي احنا لسه هنشرحه ان شاء الله بعد شويه، تنقل الاشاره للمصل تقول لها اتحركي. دي الانتيريور هون سيل، بس الانتيريور هون سيل دي منفذ كوندكتور برضو بيوصل، لازم الامر يطلع من المخ من اريا 4 بدايه البيراميدال. يعني انتيريور هون سيل دي ما هي الا انها اول محطه في اللور موتور نيورون سيستم. طيب ده في السباينال كور، ويبقى دي عضلات الدراع والرجل اللي هي العضله الزرقاء دي عضلات الدراع والرجل، على حسب بقى هو سيرفايكال ولا لامبر ولا سي ايه بالظبط. لكن تعال نشوف ده البرين ستيم بقى، نرجع له تاني. ميد برين بونس ومضله، عندنا الاخضر والازرق والاحمر دي كرينيال نيوكلياي. اول سؤال هو البرين ستيم ده
في كرينيال نيوكلياي بتاعتنا اللي هي ايه الكرينيال نيوكلياس دي كده زي طالع بتنقل اشاره العضله وجاي لها بيراميدال برضو والخط الاحمر هو هو زي اللي فاتت. يبقى انا قصدت احط اللي فاتت عشان اقول لك ان الكرينيال نيوكلياس دي تشبه اللي هي البرين ستيم نيوكلياس اللي هي الكرينيال نيوكلياس تشبه مين في السباينال كورد؟ النيوكلياس اللي في البرين ستيم اللي اسمها كرينيال نيوكلياس. كرينيال نيوكلياس برين ستيم نيوكلياس تشبه مين في السباينال كورد؟ تساوي مين في السباينال كورد؟ تساوي الانتيريور هون سيل في السباينال كورد. يبقى النيوكلياس بتاعت الكرينيال نيرف الموجوده في البرين هي هي زي الانتيريور هون سيل الموجوده في السباينال كورد. تبقى ابر موتور نيرون ولا لور؟ تبقى لور موتور نيرون طبعا. وظيفتها ما تطلعش الامر، دي بتوصل الامر اللي جاي لها من البرين توصله للعضله. طب هو السؤال، هما الكرينيال نيوكلياي الموجودين هنا دول اللي هنا كام كرينيال نيوكلياي في البرين ستيم؟ اهو امشي معاه كده، في عندي الميد برين فيهم 3 و4 كرينيال، 3 اوكيلوموتور، كرينيال 4 تروكلير، وبعدين 5 تراجيمينال، 6 ابديوسنت، 7 فيشيال، 9 جلوسوفارينجيال، 10 فيجاس، 11 سباينال اكسسوري، و12 هايبوجلوسال. بديهيات. السؤال هو احنا نعرف كام كرينيال نيرف اصلا؟ 12. امال دول كام اللي هنا الاخضر والازرق والاحمر دول كام؟ لا دول 9. 9 ازاي 9 واحنا عارفين ان كرينيال نيرف اصلا عددهم 12؟ لان دول 9 دول اللي هم موتور. يعني ايه موتور؟ يعني دي يعني بيحرك عضله. موتور يعني ايه؟ يعني موتور يعني ايه؟ يعني بيحرك عضله. موتور يعني بيحرك عضله. يبقى دول 9 موتور، يعني عندهم قدره يودوا الاشاره للعضله. هم الثلاثه التانيين اللي بيكملوا ال 12 بقى، لا دول سبيشال سنسز. سبيشال سنسز اللي هو كرينيال 1 اولفاكتوري، كرينيال 2 اوبتيك، وكرينيال 8 كوكليو فيستيبولار. دول مش موتور، دول سبيشال سنسز. يبقى التسعه اللي قدامك دول اللي هم اخضر وازرق واحمر دول موتور، يعني بيحركوا دي، بيحركوا عضله. طبعا انت عارف ان التلاتة واربعة وستة دول بتوع عضلة العين، وبعدين خمسة اللي هو الترايجيمينال بيحرك عضلات muscles of mastication. طب والسبعة ده بتاع الوش، عضلات الوش كلها. تسعة وعشرة بتاع الفارينكس واللارينكس، 11 spinal accessory، واتناشر اللسان. المهم السؤال بقى اللي انا حبيت اقوله من هنا ان دي تساوي ايه في الانتيريور في السباينال كورد؟ تساوي الانتيريور هورن سيل. يبقى البرين ستيم وظايفه ان مليان الكرينيال نيوكلياي اللي هو بينقل الحركه لعضلات الكرينيال نيوكليا كرينيال نيرفز، يعني العضلات كرينيال ماسلز بينقل لها الحركه. يبقى اذا عندي في البرين ستيم كرينيال نيوكلياي، برين ستيم نيوكلياي بينقلوا الحركه لعضلات الهيد والنك، اللي هي النك زي ايه النك؟ يعني قصدي طبعا قصدي بيها الفارينكس واللارينكس اللي هي بتاعت الكرينيال 9 و10. يبقى اذا البرين ستيم نيوكلياي والكرينيال نيوكلياي دول بينقلوا الحركه لعضلات الكرينيال ماسلز. اما الانتيريور هورن سيل اللي شفناها من شويه دي كانت بتنقل الحركه من السباينال كورد لعضلات الدراع والرجل والجسم كله بقى غير الكرينيال. دي البودي ماسلز اللي بالازرق، دي بودي ماسلز. اما دي لا، دي الكرينيال ماسلز. المهم ان البرين ستيم نيوكليس دي تاني بكررها المره ال10 شبه الانتيريور هون سيل في السباينال كورد. يبقى دي وظيفه من وظائف البرين ستيم ان مليان كرينيال نيوكلياي. تاني وظيفه للبرين ستيم طبعا ان مليان فايتال سنترز زي المظله مثلا فيها الريسبيراتوري سنتر اند سو اون. وطبعا في كاردياك انهبيتوري سنتر، في فازوموتور سنتر، في فوميتنج سنتر، في حاجات كتير، سنترز كتيره جدا. نيجي بقى للسيربيلم. السيربيلم ده اكتر حته لتحت، اكتر حته ورا، اللي هي اكتر حته بوستيريور، اكتر حته انفيريور في البرين، تحت خالص، تحت خالص. وظيفته ايه السيربيلم ده؟ هنقول بعد شويه، اجلها شويه. وظيفته اجلها شويه، هقولها بعد شويه ان شاء الله. كوردينيشن اند ايكوليبريم. اتقل شويه. نرجع بقى تاني الجزء التاني بقى، الجزء الاولاني خلصناه اللي هو في كمقدمه طبعا اللي هي الانترا كرينيال بارت. انقل على السباينال بارت. السباينال بارت فيها حاجتين، سباينال كورد وكودا اكواينا. سباينال بارت اللي هي جوه العض، جوه الفيرتبري،
فيها حتتين برضو، فيها سباينال كورد وفيها كودا اكواين. سباينال كورد ده اللي هو سي ان اس تيشو within the spinal canal from the foramen magnum to L1، يعني ده امتداد مين؟ امتداد المضلة، وينتهي فين؟ عند عظمة، عظمة لمبر واحد اهي من هنا لهنا، ده السباينال كورد. بص كده اللي هو اللون الاورنج ده، ده اللون الاورنج انتهى فين؟ انتهى هنا اهو عند L1 اهي، L1 عظمة اهي. ليه انتهى عند L1؟ ليه ما كملش؟ الاجابة لان في الانترايوتراين لايف الامبريولوجي العظم بينمو اسرع من السوفت تيشو، فالسباينال كورد النمو بتاعه بطيء مقارنة بنمو العظم اللي هو الفيرتيبرال كولوم، وبالتالي السباينال كورد بيقف النمو بتاعه عند L1 ما بيكملش لتحت. تمام، امال السباينال كانال اللي تحت هنا دي، الحتة اللي تحت بقى هنا دي، خلي بالك ثانية واحدة كده اجيبها لك هنا مثلا كده، الجزء اللي تحت هنا ده، ايوه ايوه ده، ده بقى اللي هو في السباينال كانال جوه الفيرتبرال كولوم في السباينال كانال بعد انتهاء الكورد، في ايه؟ فاضي ولا في حاجه؟ فاضي ولا في حاجه؟ في طبعا، في الكودا اكواينا اللي هي اللامبو سيكرال روتس، الروتس بتاعت اللامبر والسيكرال سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد موجودين هنا. وليه سموها كودا اكواينا؟ شبه دير الحصان، هنشوفها دلوقتي ان شاء الله. السباينال كورد از سمول ستراكشر حوالي تخانه الصباع الثم، او يعني زي الثم كده، في تخانه الثم، او لو واحد مثلا الاندكس بتاعه صباعه تخين شويه، في تخانه الصباع. provides two way communication to and from the brain، طالع نازل، يعني بيدي communication، يعني في tracts طلع وفي tracts نازله في السباينال كورد. طبعا في ascending tracts وفي descending tracts، خدناها في النيورو اناتومي في سنه اولى وثانيه. protected by bone زي ما اتفقنا، covered by meninges وبيعدي في سي اس اف اهو، protected by bones covered by meninges، واكيد اكيد اكيد في سي اس اف معدي في السب اراكنويد سبيس اهو سي اس اف. طيب سيجمنتس بتاعت السباينال كورد وسكشن في السباينال كورد، لما اقول سيجمنت في السباينال كورد يبقى انا باخد السباينال كورد بدرسه من فوق لتحت بالطول، ولما اقول سكشن يبقى انا بدرسه بالعرض. طب السيجمنتس ايه هما؟ في من فوق لتحت سيرفايكال ثوراسيك لامبر وسيكرال اهم، سيرفايكال ثوراسيك لامبر وسيكرال. بس في حاجه ما تنساش، كلنا عارفين طبعا ان السيرفايكال 8 سيجمنتس مش 7، 7 ده عظم لكن هم 8 سيجمنتس مظبوط. السيرفايكال ثوراسيك 12 طبعا، لامبر 5، السيرفايكال 8 مش 7، 7 ده عظم. وبعدين اهم كده بالمنظر ده سيرفايكال ثوراسيك لامبر سيكرال، وعندنا حاجه اسمها كونس ميدلاريس وايبيكونس. ايه دول؟ اهي ادي الكونس ميدلاريس اهي بالمنظر ده، اللي هي اخر 3 سيجمنتس في الكورد اللي هم اس 3 و4 و5، والايبيكونس اللي هي الاربعه سيجمنتس اللي فوق الكونس ميدلاريس اللي هم ال4 و5 واس 1 و2. طب انا ليه بقولهم؟ لان لازم ندرسهم ان شاء الله قدام شويه لما نروح على درس البارابليجيا ان شاء الله. الايبيكونس ناخده ان شاء الله مع البارابليجيا، انه بيعمل فلاسيد بارابليجيا، سوري اجله شويه، لانه الايبيكونس هيعمل نوع من انواع، ايوه الفلاسيد بارابليجيا صح، هنقوله ان شاء الله في درس البارابليجيا، اجله شويه. طيب ده يعني ايه فلاسيد بارابليجيا؟ لا مش موضوعنا، يعني بارابليجيا ومعاها لور موتور نيرون فيتشرز صح، الايبيكونس بيعمل كده فلاسيد بارابليجيا، هنشرحه ان شاء الله لما نروح على البارابليجيا. فلازم نقوله دلوقتي مقدمه، كونس ميدلاريس والايبيكونس. الكونس ميدلاريس ما بيعملش بارابليجيا، لكن هنقوله في الدرس بتاعه علشان بيعمل شويه اوتونوميك مانيفيستيشنز اجلها شويه. طيب يبقى الايبيكونس الكونس ميدلاريس اخر 3 سيجمنتس اس 3 4 و5، والايبيكونس الاربعه اللي فوقيهم اللي هم ال4 و5 واس 1 و2. طب امال ايه بقى السكشن؟ هدرس التراكتس.
في عندنا هنا تراكتس طلع وتراكتس نازلة يبانوا في السكشن اوف ذا سباينال كورد. يعني مثلا من ضمن التراكتس اللي نازلة بيراميدال تراكت، اكسترا بيراميدال، سيربيلو سباينال، اجل الكلام ده شوية. وفي تراكتس طلع، التراكتس اللي طالعة دي سنسوري زي السباينوثلاميك تراكت، لاترال سباينوثلاميك وفنترال شايل سوبرفيشال سنسيشنز، في بوستيريو كولوم شايل ديب سنسيشنز، في سباينو سيربيلر يعني بيدي معلومات للسيربيلم عشان السيربيلم يقدر يعمل لك بالانس. ففي تراكس طلع وتراكس نازل، الكلام ده اجله شويه، نقول الكلام ده كله ان شاء الله في لما نتكلم على قدام شويه الموتور باثوي. الكودا اكواينا بقى اللي هم ايه اهو السيجمنتس دي اللي في الكنال اللي جوه الكنال بعد انتهاء الكورد، دي عباره عن لامبو سيكرال روتس اللي هي روتس بتاعت اللامبر والسيكرال سيجمنتس اوف ذا سباينال كورد، شبه ديل الحصان في سموه كودا اكواينا لامبو سيكرال روتس. اهي الجزء اللي تحت تحت بعد انتهاء الكورد، الكورد بينتهي عند عظمه ال1، تحت عظمه ال1 بقى الكنال مش فاضيه، الكنال فيها لامبو سيكرال روتس اسمهم كودا اكواينا. يبقى السباينال بارت اللي هي جوه الفيرتبري فيها فوق سباينال كورد وتحت كودا اكواينا. سكشن في السباينال كورد بقى تعال ناخده بالتفصيل شوية. جبنا سيرته من شوية لما اتكلمنا على الانتيريو هونسل، نعيد بقى التفاصيل شوية. سكشن فيه ده الفرونت اوف ذا بودي، ده الباك اوف ذا بودي وده الفرونت اوف ذا بودي، ده وايت ماتر وده جراي ماتر. الوايت ماتر بره والجراي ماتر جوه عكس البرين، البرين الجراي ماتر بيبقى بره سطحي والوايت ماتر في العمق، هنا العكس. طب هو الجري ماتر ده بيبقى فيه سيلز، طب والوايت ماتر بيبقى فيه فايبرز، يعني ايه فايبرز هنا؟ يعني تراكتس طالعه وتراكتس نازله، وقلنا ان ممكن يبقى فيه تراكتس طالعه وتراكتس نازله. طب ده ايه ده بقى؟ ده جري ماتر. الجزء من الجري ماتر اللي فوق اللي هنا ده اسمه بوستيريور هورن، لان ناحيه البوستيريور بارت اوف ذا بودي، وده اسمه الانتيريور هورن. طيب وده ايه بقى ده؟ ده البوستيريور روت، الروت اللي طالع من الكورد، ده سنسوري نيرف. السنسوري نيرف معدي في البوستيريور روت. طب واللي تحت ده انتيريور روت، ده معدي فيه الموتور نيرف. طب سنسوري مع موتور يبقى ايه؟ يبقى سباينال نيرف. يبقى السباينال نيرف ده اللي هو الكبل فيه حاجتين، في سنسوري داخل وفي موتور طالع. السنسوري اللي داخل ده داخل فين؟ على البوستيريور روت، لان ناحيه البوستيريور بارت اوف ذا بودي. طب والموتور ده ماشي في الانتيريور روت، ناحيه الانتيريور بارت اوف ذا بودي، والاثنين مع بعض في الاخر هو السباينال نيرف. طب كويس، امال ده ايه؟ الحته المكلكعه دي، مكلكعه يعني الجانجليون، حته عقده جانجليون، دي في مسار البوستيريور روت ولا في مسار الانتيريور روت؟ لا، دي في مسار البوستيريور روت، فبتتسمى بوستيريور روت جانجليون، يعني عقده في البوستيريور روت، في مسار البوستيريور روت. طب وهي اذا كانت في مسار البوستيريور روت، واذا انا لسه قايل ان البوستيريور روت ده وظيفته سنسوري، يبقى البوستيريور روت جانجليون دي عباره عن محطه بيعدي عليها السنسيشن. انهي نوع من السنسيشن اللي بيبصم في البوستيريور روت دي؟ انهي نوع؟ الاجابه كل انواع السنسيشن. كل انواع السنسيشنز ان شاء الله هنقولها قدام شويه بتبصم، لازم تعدي على البوستيريور روت جانجليون. يبقى كان البوستيريور روت جانجليون دي بتعتبر المحطه الاولى اللي بيعدي عليها كل انواع السنسيشنز اللي هي السنسوري باثوي. دي بتتسمى فيرست اوردر نيورون لكل انواع السنسيشن. بوستيريور يبقى البوستيريور ده سنسوري والانتيريور ده ايه؟ موتور. مظبوط الكلام. طيب الموتور سيستم بقى بتاعتنا مكونة من ايه؟ يعني ايه موتور سيستم؟ يعني سيستم مكونة من كذا جزء كلهم بيشتغلوا مع بعض عشان خاطر عيون المصل. بس موتور يعني مصل، موتور يعني موتور سيستم يعني سيستم شغلتها تحرك عضلة بس، خلاص خلصت شغلانة. موتور سيستم يعني سيستم وظيفتها تحرك عضلة، اهو دول الموتور سيستم، والرسمة موجودة في الكتاب. الكتاب هينزل ان شاء الله بتاع البلد والتشست مع بعض، تشست وبلد، في خلال الايام الجايه ان شاء الله، خمس ايام تقريبا ان شاء الله، ست ايام سبع ايام تقريبا، بعدها باسبوعين ان شاء الله النيورولوجي ينزل ان شاء الله باذن الله.
ففي كتاب النيورولوجي هتلاقي طبعا كله هيبقى ابديتد جدا، لازم يبقى لازم كل حاجه تمشي مع احدث حاجه، ده مهم جدا ان شاء الله. الموتور سيستم يعني سيستمز بتحرك عضله، كل دول وظيفتهم يشتغلوا عشان خاطر عيون دي. مين دي؟ اهي دي. مين دي؟ المسل. يبقى كلهم بيشتغلوا عشان المسل دي. مين بقى السيستمز اللي بتتعاون مع بعض عشان حركة المسل تطلع ممتازة؟ يعني الموضوع مش موضوع مجرد حركة، يعني انا مثلا ممكن اطلع امر العضلة تتحرك كده، بس الامر ده طالع منين؟ من البيراميدال اريا 4. لكن لو ما كانش فيه سيريبيلم هتلاقي العرض ده الحركة تطلع وحشة، يعني العضلة الدراع يتهز. يبقى لازم السيريبيلم عشان الحركة تطلع ثابتة من غير هزة، ما يحصلش تريمورز. ولازم يبقى عندي حاجات تانية زي البيزال جانجليا. تعال بقى نشوف الوظائف السيستمز اللي بتتعاون مع بعض. نمرة واحد، عندي البيراميدال سيستم اللي هي الموتور سيستم كنترولز ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي. بس قبل لما اقول البيراميدال الحقيقة، انا عندي هنا بيراميدال اهي، وعندي هنا بيزال جانجليا اللي هي الاكسترا بيراميدال، وهنا سيريبيلم. وبعدين ايه بقى من الانتيرير هورن سيل لحد المصل ده؟ قلنا عليه ايه من شويه؟ ده اللي هو اللور موتور نيورون سيستم. اجله شويه، ابتدي الاول بالبيراميدال سيستم اللي هي الابر موتور نيورون سيستم كنترولز ذا اوبوزيت سايد اوف ذا بودي، لان البيراميدال تراكت هو نازل من فوق هنا. بيراميدال بيرمز ليه بالبيراميد، ده بادي من اريا 4 وينزل لحد الانتيريو هونسل، لحد لما يوصل من فوق من هنا اريا 4 لحد الانتيريو هونسل لازم يكون عبر، عمل كروسنج تو ذا اوبوزيت سايد في المضله. وعشان بيعبر وبيكروس تو ذا اوبوزيت سايد، فبالتالي الاريا 4 يمين بتتحكم في نص الجسم الشمال، واريا 4 شمال اللي هنا اللي هنا بتتحكم في نص الجسم اليمين. دي بديهيات. طب ومعنى كده الخط الاصفر ده مين؟ الخط الاصفر ده اللي هو البيراميدال اللي هو الموتور باثوي، هندرسه ان شاء الله بعد شويه، اجله شويه. بس في الاخر بينزل على الانتيريو هورن سيل عشان الانتيريو هورن سيل تنقل بعد كده الاشاره للبريفيرال نيرف ثم للنيورو ماسكولار جانكشن ثم للمسل، تحرك المسل. يبقى ايه وظيفه البيراميدال؟ نمره واحد، انيشيشن اوف ذا فولونتري موتور اكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني initiation of the voluntary motor activity معناها ايه بالظبط؟ معناها اصدار الامر للعضله انها تتحرك. يعني ببساطه انا قاعد قدامك كده، قاعد كده قدام، عايز احرك العضله احركها اهو كده، يبقى اراديا voluntarily عايز احرك المصل كده من هنا لهنا، تتحرك من هنا لهنا، ده initiation، ابتداء الامر للحركه، اصدار الامر للعضله ببدايه الحركه. اثنين، وظيفتها inhibition of the muscle tone inhibition of the deep reflexes، اجل التون والريفلكس، اشرحهم ان شاء الله بعد شويه، او لو ما لحقناش يبقى في المحاضره نمره 2. المهم ان شاء الله ان المسل تون والديب ريفلكسز دول لما نشرحهم جاي لهم انهيبيشن من البيراميدال. البيراميدال بينهبت المسل تون، بينهبت الديب ريفلكسز. طب معنى كلامي ده اذا كانت دي وظيفه البيراميدال اللي هي الموتور سيستم ابر موتور نيورون سيستم اللي هي بتكنترول الاوبوزيت سايد، يبقى لو البيراميدال ده اتضرب اللي هو الابر موتور نيورون سيستم، لو اتضرب يبقى العيان ما يقدرش يعمل انيشيشن للفولنتري موتور اكتيفيتي، فتلاقي العيان يتشل. يعني يجيله ايه؟ هيمي بليجيا. On which side? On the opposite side. ليه on the opposite side؟ لانه بيكنترول الناحية التانية. طب السؤال، يجيله هيمي بليجيا ولا هيمي باريسس؟ مفيش فرق. كلمة هيمي بليجيا هي هي كلمة هيمي باريسس، الفرق بس في السيفيريتي. يعني هيمي بليجيا يعني هيميباريسس يعني العضلة ضعيفة جدا في الحركة بتاعتها، لكن هيميبليجيا يعني ضعيفة قوي لدرجة مشلولة. ايه هي؟ فما بيقدرش يحرك فولنتيرلي، مش قادر، لأنه في ضربنا البيراميدال اللي بيطلع الأمر. طب أمال لما يحصل كمان اللي هو أصلا بينزل انهيبيشن للتون والريفلكس، فلو ضرب البيراميدال التون والريفلكس كان جاي لهم انهيبيشن، فلما تضرب البيراميدال اللي عامل انهيبيشن للتون والريفلكس يبقى انت رفعت الانهيبيشن عن التون والريفلكس، عن التون والديب ريفلكس، يبقى انت رفعت الحظر عنهم، فالديب ريفلكس والتون
يعلو يعلو يعني يبقوا exaggerated. فالعين يجي له هايبرتونيا هايبرريفلكسيا. ده في البيراميد موتور سيستم upper motor on the opposite side. يبقى العين يجي له hemiplegia on the opposite side, يجي له hyperreflexia on the opposite side, hypertonia on the opposite side. طيب الاكسترا بيراميدال سيستم دي برضو بتكنترول اللي هي البيزال جانجل, دي طالعه من البيزال جانجل اللي احنا قلناها من شويه زي جلوبس باليدس والبيتامين وال الكوديت والجلوبس باليدس والبيتامين اللي هي الجلوب البيزال جانجل اللي قلناها من شويه. طب دي البيزال جانجل دي بتطلع اكسترا بيراميدال باثوي ينزل على الانتيريور هورن سيل برضو, يبقى اسمه اكسترا بيراميدال سيستم. وظيفتها ايه دي؟ نمرة واحد انهيبيشن اوف ذا ماسل تون مش ريفلكس. دي وظيفتها برضو تنهيبت التون مش الريفلكس. يبقى كان التون جاي له اثنين انهيبيشن من بيراميدال واكسترا بيراميدال, لكن الريفلكس جاي له انهيبيشن من بيراميدال بس. طب هو يعني ايه تون ويعني ايه ريفلكس؟ اجله شويه. طب مفهوم مفهوم زياده عن اللزوم, هنقوله ان شاء الله قدام شويه. طيب هيقوله لك في كلينيكال بس افضل تسمعه عندي هنا. تاني حاجه ريجوليشن اوف ذا ايموشنال اند اسوشيتيف موفمنت. يعني ايه الكلام ده؟ اسوشيتيف موفمنت يعني اسوشيتيف يعني مصاحبه, حركه مصاحبه. يعني معناها لو تلاقي واحد ماشي في الشارع كده هو بيمشي بايه؟ براسه يعني؟ بيمشي برجله. طب اللي ماشي برجله في الشارع ده المخ بتاعه طلع امر للرجلين انها تتحرك عن طريق اللي فوق, عن طريق البيراميدال دي. البيراميدال دي البيراميدال دي طلعت امر للرجلين تتحرك. حلو, يبقى الرجلين بتتحرك بالبيراميدال اللي هو الابر اللي هو الموتور اللي فوق ده ده. لكن ورجليه بتتحرك في الشارع, راقبه كده بص له كده هتلاقي ايده كمان عماله تتحرك جنبه. الايد وهي بتتحرك جنبه دي مش بيراميدال بقى, ده مش ارادي خالص, ده بالبيزال جانجليا. لان البيزال جانجليا لما تلاقي الرجلين بتتحرك لازم تخلي الدراعين يتحركوا عشان الحركه تطلع ممتازه. يعني مش معقول ان رجلين الواحد يمشي كده وايده ثابته جنبه. عشان الحركه تطلع مظبوطه لازم الدراعين يتحركوا جنبه. سوينجينج اوف ذا ارمز, سوينجينج اوف ذا ارمز ده ما بيطلعش من البيراميدال, ده بيطلع من الاكسترا بيراميدال واسمها حركه مصاحبه للحركه الاصليه عشان الحركه كلها تطلع ممتازه. مظبوط. ادي واحد اتنين. فلو العيان اتضرب عنده البيزال جانجلا دي العيان يجي له حاجه اسمها loss of swinging of the arms during walking, وهو ماشي ما تلاقي ايده ما بتتحركش جنبه. وطبعا لو اتضربت الاكسترا بيراميدال برضه يترفع الحظر عن التون يوم يجيله هايبرتونيا. ولازم تعرف انه هنا في هايبرتونيا لو ضربت البيراميدال يبقى في هايبرتونيا وهنا هايبرتونيا. بس لو ضرب البيراميدال الهايبرتونيا بتاع ضرب البيراميدال بتختلف شويه عن الهايبرتونيا بتاع ضرب الاكسترا بيراميدال. الكلام ده نقوله قدام شويه, اجله شويه. ده بيتسمى كلاسب نايف سباستيسيتي, ده بيتسمى ليد بايب او كوج ويل ريجيديتي. اجل الكلام ده شويه مش موضوعنا. بس المهم ان هنا لما بيتضرب البيراميدال العيان بيجي له هايبرتونيا هايبرريفلكسيا, هنا يضرب الاكسترا بيراميدال بيجي له هايبرتونيا مش هايبرريفلكسيا. لان الاكسترا بيراميدال ملهاش علاقه does not inhibit reflex, it inhibits the tone only. تاني وظيفه regulation of the emotional والassociative اللي احنا قلناها دي. طب فهمنا يعني ايه associative اللي هي الحركه المصاحبه, ودينا اكزامبل بحركه الدراع لما الرجل تمشي. طب يعني ايه emotional دي؟ يعني تعبيرات الوش. دلوقتي لما يبقى واحد قاعد قدامك بتعمل حوار معاه بيبان عليه لو كان متضايق بيكشر ولو كان مبسوط بيضحك. طب مش التكشير والضحك ده مش دي عضلات برضو ولا مش عضلات؟ عضلات الوش. عضلات الوش دي تكشيرا او مرحا دي تعبيرات وش expressions عشان الامور تبقى واضحة. دي شغل اكسترا بيراميدال سيستم. طب واذا اتضربت تعبيرات الوش, اذا اتضربت الاكسترا بيراميدال سيستم يبقى العيان ما يبقاش عنده تعبيرات وشه, ما يبانش عليه تعبيرات خالص. زعلان فرحان ما تقدرش تعرف انت, بيسموها ماسك فيس. يعني اكسبريشن لس
expressionless يعني وش من غير تعبيرات. ده دي طلع من الاكسترا بيراميدال، ده مهم جدا. شوف سبحان الله العظيم، كل ده كل دول بيتعاونوا مع بعض عشان المصل تبقى حركتها ممتازة ومفهومة وليها معنى. كمان regulation of the voluntary motor activity. ايه بقى الفرق بين كلمة initiation اللي هي بتاعت البيراميدال دي وregulation بتاعت الاكسترا بيراميدال؟ ايه الفرق بينهم؟ هل هم حاجة واحدة؟ لا. يعني ايه initiation؟ يعني اصدار الامر لبداية الحركة، يعني حرك حرك، عايز تحرك حرك. فلو ضربت البيراميدال العين تشل لانه مش عارف يحرك، يوم يجيله هيميبليجيا. لكن يعني ايه regulation of the voluntary motor activity؟ تظبيط الحركة برضو. يعني يعني ايه تظبيط؟ لو انا قلت لك ان البيراميدال مسؤوليته يبتدي الحركة، يبقى الاكسترا بيراميدال وظيفته يظبط الحركة اللي ابتداها البيراميدال برضو. يعني نمرة واحد speed، يعني السرعة بتاعت الحركة تطلع سرعة مناسبة للموقف. يعني مثلا انت عايز تمشي هتمشي، عايز تجري هتجري، يعني يزبط لك السرعة على حسب احتياجك. ده شغل اكسترا بيراميدال مش شغل بيراميدال، ده اكسترا بيراميدال. بيراميدال يحرك، لكن سرعة الحركة ده اكسترا بيراميدال على حسب انت عايز ايه. عايز تحرك بالراحة ولا عايز تحرك بسرعة؟ اتنين strength، القوة. يعني عايز احرك كده بس، عايز اجيب النظارة دي كده خلاص، دي حركة بسيطة، قوة بسيطة جدا. لكن عايز ادي واحد بوكس، لا دي قوة جامدة جدا، دي استنى ده اكسترا بيراميدال strength بتاع الحركة. تلاتة inhibition of antagonists، رائع. يعني ايه الكلام ده؟ بص على دراعي كده، انا عايز اتني الدراع كده، مين اللي بيتني؟ البايسبس. البايسبس وشركائها، صح، flexion of the arm. طب مين اللي بيعمل extension؟ الترايسبس. طب اذا انا عايز اعمل flexion يبقى البايسبس، يبقى البايسبس هي اللي تتحرك بامر من البيراميدال. بيراميدال، لكن عشان البايسبس تتحرك حلو قوي ممتاز، يبقى لازم اعطلها اللي بيعاكسها. مين اللي بيعاكس البايسبس؟ الترايسبس اللي هي الانتاجونيس. مين بقى اللي يعطل الانتاجونيس عشان البايسبس تتحرك كويس؟ الاكسترا بيراميدال. يبقى خلي بالك، انا عايز اعمل كده، ده بايسبس، ده بيراميدال. يبقى في نفس الوقت احب اعطلها الترايسبس اللي بتعاكسها، عطلها لها بالاكسترا بيراميدال انهيبيشن اوف ذا انتاجونيس عشان حركه البايسبس تبقى ممتازه. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. رابع حاجة breaking فرملة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الوقت الواحد قاعد عادي خالص ساكت، مش عايز يحرك، خلاص مش حرك، مش حرك، يبقى الجسم قاعد متفرمل. لكن لو انت عندك اتضربت دي الاكسترا بيراميدال سيستم، يبقى انت بوظت الفرملة. يبقى ممكن يجي لك حركة غصب عنك لا ارادية وانت قاعد كده، ما بقاش في فرملة خالص، تطلع دراعك يتحرك غصب عنك لانه مش متفرمل. زي الكورية، مش الكورية كده حركات لا ارادية، لان فقدنا الفرملة فبيجي لها اكسترا بيراميدال كوريك موفمنتس مش فولانتري خالص. فهي بقى الست دي سبحان الله لما بيجي لها الحركة لا ارادية لان فقدت الفرملة مش متفرملة، بتتكسف قدام الناس، فتحاول انها تدي يعني تدي فكرة للحركة. ما هي لما عملت كده غصب عنها وش ناس شايفينها فكسفت، فبعد لما تعمل كده تروح عاملة ايدها على شعرها كأنها بتسرح شعرها مثلا، فبيسموها semi-purposeful، كأنها بتدي غرض للحركة. المهم انها فقدت الفرمال. يبقى أنا عندي دول وظائف الاكسترا بيراميدال سيستم، وكله سبحان الله العظيم علشان تطلع في النهاية الحركة ملائمة للموقف. حلو قوي. امال السيريبيلر سيستم بقى وظيفتها ايه؟ السيريبيلم نمره واحد، اولا ده بيكونترول ذا سيم سايد. قبل ما اقول وظيفته، بيكونترول ذا سيم سايد. يبقى البيراميدال ده والاكسترا بيراميدال دي بيكونترول ذا اوبوزيت سايد، لان الباث واي بتاعهم بيكروس تو ذا اوبوزيت سايد، لحد يعني البيراميدال والاكسترا بيراميدال لحد لما يوصلوا
الانتيريو هورن سيل يكونوا عبروا الناحية التانية. طب والاكسترا والسيريبيلم، السيريبيلم بيكونترول ذا سيم سايد. حد يعترض يقول يعني السيريبيلر باثوي لما يوصل انتيريو هورن سيل ما بيعبرش؟ ما هو بيكونترول ذا سيم سايد، يعني بيعبر بيكروس تو ذا اوبوزيت سايد ولا لا؟ الاجابه تيجي من اولى وثانيه بالاناتومي. هو بيكونترول ذا سيم سايد. البيراميدال بيكونترول اوبوزيت سايد لانه بيكروس ذا اوبوزيت سايد بيعدي، والاكسترا بيراميدال بيعدي فبيكونترول الناحيه الثانيه بتاعه الجسم. طب السيريبيلم بيكونترول ذا سيم سايد، يبقى بيعدي ولا ما بيعديش؟ المنطق يقول ما بيعديش لانه بيكونترول ذا سيم سايد، بس في الحقيقه هو بيعدي مرتين دبل كروسنج، يعدي الناحيه الثانيه وبعدين يرجع تاني لناحيته. ما خدناش دي لسه، هنقولها قدام شويه ان شاء الله. بيعدي ويرجع يعدي تاني، بيعدي الناحيه الثانيه وبعدين يرجع يعدي يرجع تاني لناحيته، ففي النهايه بيكونترول ذا سيم سايد. طيب السؤال وظيفته ايه؟ نمره واحد كوردينيشن اوف ذا سيم سايد. يعني ايه كوردينيشن؟ يعني التنسيق. يعني ايه تنسيق؟ يعني تطلع الحركه سموث كويسه جدا. يعني مثلا عايز اجيب صباعي كده من هنا تو ماي نوز، اسمه فينجر تو نوز تيست او كده، تطلع الحركه مظبوطه جدا. لو اتضرب السيريبيلم تلاقي الحركه عامله كده. لما اجيب فينجر تو نوز تيست هجيبها، بس هجيبها تطلع الحركه مهزوزه، بيسموها كاينيتيك تريمورز، لان ذير از نو كوردينيشن، لان السيريبيلم اتضرب. بلاش كده، انا عايز اجيب صباعي ده من بعيد كده اجيبه على النوز، يبقى لما اجيبه حتى وانا مغمض على النوز. لكن لو السيريبيلم اتضرب ممكن يجيب باست بوينتنج، يعني يعدي منطقه النوز، او يجي قبل النوز بري بوينتنج، يعني يطلع الحركه مهزوزه كده ويجي قبل او يجي بعد. مفيش كوردينيشن. الكوردينيشن ده وظيفته السيريبيلم، ده وظيفه السيريبيلم. طب في حاجه تاني؟ اه طبعا، دي على حاجه بقى الايكوليبريم، الاتزان. لما يتضرب السيريبيلم معاني يجي له ديس ايكوليبريم، يتطوح وممكن يقع. طيب السؤال، السيريبيلم عشان يعمل كوردينيشن يعني تنسيق للحركه واتزان، يبقى لازم يكون السيريبيلم ده واصل له معلومات من وضع جسمك. طب مين اللي بيبعت له معلومات؟ سباينو سيريبيلر تراكت، وبعدين هو يرد بسيريبيلو سباينال علشان يسيطر على التنسيق، الحركة تطلع سموث ما تطلعش مهزوزة، ما يبقاش في بري بوينتنج، ما يبقاش في باست بوينتنج، اللي هي سيريبيلم كوردينيشن، وفي نفس الوقت الاتزان عشان انت ما تتطوحش. طب انا قاعد بشرح لك دلوقتي وانت قاعد بتسمعني، الحمد لله مش بقع من على الكرسي لان في اتزان. طب ليه اتزان؟ لان السيريبيلم مسيطر لك على الاتزان حتى لو انت مغمض. بالمناسبة هو الإكوليبريم ده وظيفة مين في الجسم؟ في اتنين سيستمز في الجسم بيسيطروا على الاتزان، السيريبيلم وأنهي ودن وجزء من الودن. استطاد كده أي واحد ماشي في الشارع للأسف الشديد هيقول لك إن الاتزان اللي في الودن جاي من الميدل إير، من الأذن الوسطى. أنا معرفش مين، نفسي أحط إيدي على اللي اخترع الإشاعة دي، اللي طلع الحكاية دي. مش الأذن الوسطى خالص، مش الميدل إير خالص، هي الإنر إير، الودن الجوانية. ودايما يجي لك في العيادة حد يقول لك إنه عنده عدم اتزان وراح لدكتور الإن تي وقال له أذن وسطى. يا عم الله يخليك، ده أذن داخلية، إنر إير، مش الأذن، مش الميدل. الإكوليبريم إنر إير مش ميدل إير. ونفسي أعرف مين اللي طلعها دي، وعلى فكرة ماشية في العالم كله. يبقى دي وظائف التلاتة، سيستمز. بص بقى، عندي موتور، وعندي الموتور اللي هو ده اللي هو مين ده؟ الموتور البيراميدال سيستم اللي هي الابر موتور نيورون سيستم، اكسترا بيراميدال، وده السيريبيلم، والمربعات الحمراء دي الوظائف بتاعتها. يتفضل عندي بقى، لا ثانية، يتفضل عندي بقى اللي تحت دول. طب دول كلهم بيصبوا عند مين؟ عند الانتيريور هون سيل. من انتيريور هون سيل لحد المصل دي اللور موتور نيورون سيستم، اللي هي وظيفتها تنقل الاشاره للعضله بمجرد نقلا، يعني موصلاتيه بس. انتيريور هون سيل، بريفرال نيرف، نيورو ماسكولار جانكشن، مصل. طب لو قلت لك ان العضله دي عضله في الدراع والرجل،
يبقى جاي لها الإشارة من anterior horn cell في spinal cord. طب لو قلت لك إن العضلة دي في الوش يبقى جاي لها الإشارة بقى مش من anterior horn cell، من brain stem nucleus السبعة نمرة سبعة اللي موجودة في البونس، لأن احنا قلنا النيوكلياي موجودة 100 brain pons ومضلة. خلي بال، يبقى اللور موتور نيرون سيستم هنا مين؟ anterior horn cell، peripheral nerve، neuromuscular junction، muscle. اهي ايه الفرق بين الابر موتور نيرون واللور موتور نيرون سيستم؟ ده كلام بدائي جدا بتاع اولى وثانيه. هنا السريبرال كورتكس ودي اشاره البيراميدال. اريا كام هنا؟ اريا 4، ما خدناش ارياز اوف ذا برين. طب دي ابر موتور، وبعدين بيعدي هنا على انترنال كبسول. الكلام ده اقوله ان شاء الله بعد شويه، اجله شويه. المهم يعني ده مضله، دي المضله، وده سباينال كورد. طبعا المضلة امتدادها بعد كده سباينال كورد، وهنا عندنا anterior horn cell في السباينال كورد. السؤال anterior horn cell دي قلنا عليها من شوية اخر محطة في الابر موتور نيرون سيستم ولا اول محطة في اللور ولا في اللور موتور؟ لا دي اول محطة في اللور موتور نيرون سيستم. دي it belongs، الانتيريور horn cell belongs to the lower motor neuron system. وبعدين يطلع البريفرال نيرف، هنا عندي روت وعين بريفرال نيرف، وبعدين عندي نيوروماسكولار جونكشن، وبعدين عندي فولانتري ماسل. حلو جدا، يبقى من اول انتيريور هون سيل لحد الفولانتري ماسل دي لور موتور نيرون سيستم، ال ام ان لور موتور نيرون. طب امال فين الابر موتور نيرون؟ خد خط كده فوق الخط ده ابر موتور نيرون، يبقى ده ابر موتور، ده الابر موتور، الكابل اللي نازل من فوق لتحت اللي هو البيراميدال اللي هو الموتور. حلو، طيب امال اللور موتور اللي هو فين بقى؟ اهم دول، دول اللور موتور. طب الفرق في الوظيفة ايه؟ الابر موتور ده بيؤمر، كابل جايب من البرين فوق من اريا 4 نازل منزل امر، ده الامر اللي بيؤمر، ابر موتور، ابر ابر ابر، عنده قدرة يؤمر فوق فوق اللي هو ده. ده الابر موتور اللي هو البيراميدا، سلك من فوق لتحت من اريا 4 ينتهي فين؟ ينتهي عند السباينال كورد. يعني طب السؤال بقى بيكروس فين البيراميدال؟ بيكروس هنا فين؟ كروسنج فين؟ في المضله زي ما انت شايف كروسنج، لان اريا 4 يمين اهي بتكنترول العضلات بتاعت الناحيه الشمال. ليه كنترولنج؟ لان في كروسنج فين؟ في المضله. طب يبقى اذا ده الابر موتور نيرون. السؤال وهو معدي في السباينال كورد بيعدي في الجري ماتر ولا في الوايت ماتر؟ لا طبعا في الوايت ماتر، لانه فايبر تراكت. اللي في البري اللي في اللي في الوا اللي في الجري ماتر، الاتش شيب جري ماتر، ده الانتيريور هون سيل، لان السيل جري. نكمل، ده اللي هو الابر موتور. فين اللور موتور بقى؟ اللي هم دول، اللي هم مين يعني دول؟ من اول انتيريور هون سيل لحد المصل، اللي هم مين يعني؟ انتيريور هون سيل وبعدين روت وبعدين بريفيرال نيرف نيوروماسكولار جانكشن مصل. تمام، السؤال بقى الابر موتور نيرون سيستم واللور موتور مع بعض، ابر موتور ده كابل جاي من فوق لتحت معدي على سيجمنت من سيجمنتس اوف ذا سباينال كود، يعني يديها سبلاي. حلو، بس في حاجه قبل ما اكمل اقول ايه، ركز معايا كده في الحته ده الخط ده كده. ايه الخط ده؟ اه دي مهمه بقى قوي قوي قوي، امشي معايا كده ثانيه واحده. انت مش ملاحظ هنا حاجه؟ اللي هو ده، ادي البيراميدال اهو وادي الانتيريور هون سيل اهي. طب امال الخط الاسود ده ايه الاسود ده؟ ايه الاسود ده؟ الاسود ده عباره عن سلك فرع كده بيخرج من البيراميدال يروح للانتيريور هون سيل بتاعت السيجمنت دي. الله، طب ليه؟ لان البيراميدال ماشي في الوايت ماتر والانتيريور هون سيل موجوده في الجري ماتر، فلازم يطلع سلك توصيل يمشي من البيراميدال اللي موجود في الوايت ماتر ينقل الاشاره للانتيريور هون سيل اللي في الجري ماتر، فاصبح عندك في النهايه المنظر ده. ثانيه، ايوه اللي هو السلك ده، السلك اللي تحت ده منين لمنين؟ من البيراميدال للانتيريور هون سيل. السؤال بقى لما انا اخد الاثنين دول مع بعض، ابر موتور نيورون سيستم ولور موتور نيورون سيستم، يفكروك بايه؟ شبه ايه؟ شبه ايه بالظبط؟ لاحظ كده، ده كابل كده الابر موتور اللي هو اللي من فوق لتحت ده، ماسوره جايه من فوق لتحت من اول البرين لحد داون تو ايتش اند افري سيجمنت اوف ذا سباينال كورد،
وبيعدي على سيجمنت سيجمنت، يعني ماسوره جايه من فوق لتحت كانها ماسوره في عماره نازله من فوق لتحت وتعدي على شقه شقه تديها الماسوره بتاعتها تغذيها الميه بتاعتها اهي زي دي بالظبط. يبقى ده مين ده بقى؟ ده الابر موتور نيرون، الماسوره اللي جايه بطول العماره من فوق لتحت. ودي مين دي؟ دي الوصله بتاعت الشقه دي بس، اللي هي مين دي بقى؟ دي لور موتور نيرون سيستم. مظبوط. يبقى اصبح الاثنين دول مع بعض هما الموتور نيرون سيستم، ابر ولور. الابر ده كابل جايب من فوق لتحت كل بيغذي كل البودي كل السيجمنتس شقه شقه، ولما يجي عند الشقه دي دي الوصله بتاعتها اللي قلنا عليها من شويه لور موتور نيرون. طب اللور موتور نيرون هو الخط الاحمر ده اللي هو بادي من مين؟ بادي من الصاموله دي. الصاموله دي اللي هي ايه؟ اللي هي الانتيري هون سيل، وبعدين الماسوره دي اللي هي النيرف، وبعدين النيورو ماسكولار جانكشن، وبعدين المصل بقى اللي هو بيدخل جوه المصل العضله. حلو جدا. والماسوره جايه من فوق لتحت. السؤال امال دي ايه دي؟ لا دي مالناش دعوه بيها بالصدفه موجوده. طيب الموتور باثوي نقف دلوقتي عند دي ونكمل بقى بعد كده ان شاء الله.